أقوال وحكم، خروج بعض الأقارب من حياتك ربما رحمة من الله لا تدركها إلا مع الوقت. أقبح ما في المناسبات أنها تفتح المجال للمنافقين والحاقدين بالتحدث إليك وتقبيلك. أنقى البشر من لا يستطيع كره شخصا أحبه يوما ما. انتهى الزمن الذي كان فيه أهلنا يخافون علينا في الغربة، وأصبحنا نحن في غربتنا نخاف عليهم في الوطن. بعض النهايات مرة، ولكنها تجعلك شخصا مستيقظا منتبها. أردت أمرا واختار الله أمرا وأنا رضيت. ليست المأساة رحيل من تحب، بل المأساة رحيل قلبك مع من لا يستحقه. لم يكن الحظ معي يوما، بل كان الله معي دوما. اتركها تأتي كما أرادها الله، لعلها تأتي كما تمناها قلبك. كلنا نرتكب الأخطاء، فلا تتصرف وكأنك أفضل من غيرك. To keep watching these videos, go to YouTube channel نائل مصيطف.